يا صفقات انا من وجهه نظري ناجحه جدا وادت قوه للكبير بشكل للفريق بشكل كبير جدا، مع ان فريق النادي الاهلي عموما يعني صفقاته في الفتره الثانيه على اعلى مستوى مبشره، وخاصه لما تنوع تختار يعني تركز في ايه اللي انت محتاجه، ده تحترم وتقدره. ولك مثلا باك ليفت جاب لعيب المفروض ثمنه كبير جدا، وسط ملعب طبعا وسط ملعب، وبقى الحته اللي قدام مع طبعا وجود متعب وعمرو جمال، فده تنويع كويس قوي واختيار موفق. غير النادي الاهلي انه ماشي كويس، دي تدي دفعات كويسه قوي. يعني انا احترم اللي يختار الفنيات، اللي يوزن لي الملعب، اللي تقل لي الملعب. الموضوع مش موضوع انا جبت 7 ولا 8 ولا 10 ولا 11 عمرين، موضوع انا عاوز دقل الفرقه فنيا دي هو ده الاختيار المظبوط، ان انا اشوف النواقص اللي عندي والسلبيات اللي عندي وابتدي انظم اموري، لان النادي الاهلي بيلعب على بطولات مش على مباراه بحياتك. فهو الموضوع كمان موضوع البطولات، لعيبه على اعلى مستوى فنيا رقم كويس. واحد كويس. مش اسمه خلاص. يعني انا ممكن اختار اجيب مثلا هداف دوري يكون فنيا مش مظبوط ما اجيبوش، اللي يخدمني فنيا